الى رؤساء وملوك وحكام الدول العربية. انا ايمان صبحي، صانعة محتوى مصرية عربي مهتمة جدا بعربي، عشان كده من اوائل الفيديوهات اللي عملتها كانت ماذا لو العرب اتحدوا؟ احتمال تكونوا شفتوه. والنهاردة بعد اكتر من شهر من الحرب على غزة عندكم اجتماع طارئ، اتمنى توصل رسالتي في هذا الاجتماع الرائع. انا من الجيل اللي اهم دروس التاريخ اللي خدها هم الاربع حروب اللي دخلناهم سوا ضد اسرائيل والدول الكبرى اللي بتدعمها في 48 لما الدول العربية حاربوا مع بعض واتهزموا سوا، والعدوان الثلاثي في 56 واللي دعمت فيه الدول العربية مصر وضغطت على المجتمع الدولي وتوقف العدوان، وفي نكسة 67 قد ما اللي حصل كان كارثي بس كنا برضو بنحاول سوا لحد ما جت حرب 73 وكل دول الخليج بتقف مع مصر وما بتصدرش البترول لأمريكا وأوروبا، ومساعدات تانية اتبعتت من ليبيا والمغرب وقدرنا نرجع أرضنا. وشفنا كلنا في 2010 لما الربيع العربي جه ما كانش تونسي ولا مصري، كان عربي. ففهمنا ان من الخليج للمحيط بنتأثر ببعض، ثقافة وسياسة وحروب. كبرنا واتصدمنا بالواقع، هو كل اللي بنقراه في كتب التاريخ مش حقيقي؟ 33 يوم أهالينا في غزة محبوسين وجعانين وعطشانين ومقصوفين، وما بنسمعش منكم إلا نشجب وندين، نشجب وندين، نشجب وندين، نشجب ونشجب فاهمين المصالح السياسية والبروتوكولات والحاجات، بس أكتر من 10500 شهيد وشهيدة بيزيدوا كل لحظة. في 27,000 مصاب ومصابة، الدود بقى يطلع من جروحهم، وستات الوسيلة الوحيدة لإنقاذهم من الموت هي استئصال أرحامهم. الوضع كارثي وإحنا تأخرنا عليهم قوي، وأسفين لكن مش شايفين منكم ضغط كفاية، مش شايفين محاولات حقيقية لوقف إطلاق النار أو على الأقل إدخال مساعدات كفاية. أهل غزة بيموتوا من القصف والجوع والعطش والخوف، وإحنا بنعاني معاهم وحاسين بالخذلان والكسوف والقهر وبنفقد الأمل، لأننا بنكتشف إن مش بس أمريكا وأوروبا اللي بتستهين بقيمة حياتنا كعرب، لكن كمان بلادنا. إلى رؤساء وملوك وحكام وقادة الدول العربية، سكوتكم بيقتل فينا الأمل والإيمان، بنحب بلادنا وعايزين نعيش في أمان، والتاريخ بيقول لنا بشكل واضح إن ولا حد فينا ولا بلد فينا هتقدر تعيش بأمان طول ما فلسطين محتلة والفلسطينيين مش بأمان. إلى كل قادة العرب، إحنا لسه ما فقدناش إيماننا بيكم، ومتأكدين من قدرتكم إنكم تقدروا تدخلوا مساعدات الكافية وتوقفوا كمان الحرب. وقفوا الحرب حالاً. حسبنا الله ونعم الوكيل على حكام العرب. ما حدش وقف علينا معانا. ليه؟ احنا في غزة الله. خليكم مع اسرائيل وامريكا، طبعوا اكثر.